السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي خواتاتي حبوباتي الغزالات ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. صباحكم مبروك وجمعه مباركه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحيحه وبالهنا. قبل ما نبدا هذا الفيديو كنطلب منكم واحد الطليبه اللي شنو هي، انكم ديروا اللايكات. انا لا بليبار ما كنقول لكمش ديروا اللايكات قليل باش كنتفكرها، مي كاينين الناس اللي كيتفرجوا فيا وكينساو يديروا اللايكات. خوتي سي بيان، اجي وريا، قول لهم بونجور ماما. بونجور ماما صافا. ريغار ماما سي تري جولي. قولي لهم سي جولي. سي جولي. قولوا لي سي جولي. سي جولي. برافو ماما. يلا ليس ماما فيني. يلا فا كونتيني فا فير دي زوطر. خوتي محتاجة أن هاد سيغتو هاد الفيديو أنكم ديرو فيه لايكات، لأن السيدة اللي مهتمة اللي كيهمها الامر كتسنى الاجوبه ديالكم في لي كومونتير. ما تبخلوش عليا في الاجوبه ديالكم باش تعاونوها. اللي ما يقدرش يجاوب على داكشي اللي بغات هي، على الاقل غير ديروا ليها اللايك. هذه واحد المتتبعه ديالي، متبعاني من شحال هذه. عندها مشكل مع الزوج ديالها. برافو مام. عندها مشكل مع الزوج ديالها. باقا جون، مغربيه، ام الطفل غيكون عنده يمكن على حسب ما شفتو يكون عنده شي عام ونص ولا عام، وحامله عندها 4 شهور دابا الله يكمل عليها بالخير. مزوجه فرنسي افريقي، ما كيعاملهاش زوين، كيضربها، كيتعدى عليها، ما كتحسش بديك الحياه الزوجيه. يلاه جات دابا عندها شي عام، عندها لا كارت سيجور ديال عام. مؤخرا اكتشفت بان هذا السيد اللي حامل الجنسيه الفرنسيه اللي هو افريقي الاصل، اكتشفت بانهم جوج عيالات وبجوجهم ساكنين في فرنسا. قنبله الموسم، خارج القانون، خارج القانون. كيهدد فيها انها ياخذ ليها الدراري، يرجع المغرب. ما نحرقش لكم المراحل، نخليكم مع الاوديو ديال السيده تسمعوه وتمعنوا فيه، وكطلبكم انكم تعاونوها بالاجوبه في الكومونتير ديالكم تحت. نخليكم مع الفيديو مع الاوديو ولا نعاودها. ها انتم اخوتي الاوديو ها هو. السلام عليكم الخوت الخواتات متتبعين تاع اختي عجه. شكرا اختي عجه حيت عطيتيني هذه الفرصه باش نعاودكم قصتي، وان شاء الله نلقى منكم العون ونصائح باش نعرف شنو خاصني ندير. انا تزوجت بسيد اجنبي، جيت هنا لفرنسا صافي عام ونص تقريبا. افريقي عنده جنسيه فرنسيه. فاش تزوجت معاه انا ما كنتش عارفه بزاف ديال الحوايج. فاش جيت هنا لفرنسا اكتشفت بان الزوج ديالي عنده علاقات في الانترنت، كيهضر مع نساء، و اخرها اكتشفت بعد الولادة تاع ولدي بسيمانة اكتشفت ان الزوج ديالي مزوج بواحد الفرنسية الاصل دولية. هادي 5 سنين يعني قبل ما يعرفني وقبل ما يتزوج. جوج عيالات مزوج، جوج عيالات في فرنسا خوتي. فاش واجهتو بدا يقول لي حقي، ما قال حقي، حقي ما قال حقي. قلت له هنا في فرنسا ممنوع انه يكون عندك زوجتين، ممنوع يكون عندك جنسة. قالك لا سيدي هذيك راه حقي ومراتي ماشي من حقك. وانا ما كنتبعش القانون تاع فرنسا، ما كنتبع لا ريليجيون، كنتبع لا. وعلاش ساكن انت في فرنسا؟ علاش مادام ساكن في فرنسا الا وغتبع القانون؟ المغرب نخليها في الدار فقط باش تصبر له وتغسل له حوايجو، طيب له، تنقي له الدار وتجيب له الدراري. هو داير اللي بغى برا، حتى انه ولا كيحاسبني الا مشينا دي بلاصمون شي بلاصه على حسب ورقيه، ولا كيحاسبني على دي بلاصمون. انا ما كيخليهاش تشوف حتى شي وحده وحتى واحد، ما كيخليهاش حتى لي ديمارش ديال لي بابي ديالها تصوبهم. علاش؟ باش ما تعرفش القانون ديال فرنسا. هنا في اليوتيوب كينفع، هنا الانترنت فاش كتنفع. ما تخليكش اختي بوجاديه، لا ما خلاكش الراجل انك ديري لي ديمارش ما عارفاش القانون ديال فرنسا. دخلي اختي لجوجل وقلبي على مخك. يديتك انا اللي فعلت لك، انا اللي دركتك، ضيعت وقتي باش تشوف. فعلت لك، فعلت لك، دركتك.
ما عرفتش شنو ندير، شنو خاصني، فين نتجه. مشيت عند الاسيستون سوسيال، قالت لي عطوني واحد رونديفو مازال، قالت لي غادي يعيطوا لك نهار الاثنين باش يكونفيرمو، عطوني غير رونديفو تليفونيك نهار الاثنين يعيطوا لي باش يشوفوا شنو غادي يديروا معايا. خايفه انه لانه بدا كيهددني انه ياخذ لي ولدي. ما كاينش سيبه في فرنسا، ما عندوش الحق. انا كون ما زيرتهاش تمشي لاسيستون سوسيال ما غتمشيش. السيده خايفه، الخوف من الله والقانون ديما في صف المراه. الا كنتي حقانيه متبعه قانون ديالك ديما في صف المراه. العائله تربي، وعلينا انني حامله بالطفل الثاني، عندي دابا 4 شهور. كيهددني انه ياخذهم ويرجعني للبلاد، قال لي كيما جبتك نرجعك. ما كاينش السيفه، السيبه ما كايناش عندنا في فرنسا، وماشي هو اللي كيعطي الوراق ديال فرنسا. ها علاش ما كيخليهاش تخرج؟ علاش ما كيخليهاش تعرف مع الناس؟ علاش ما كيخليهاش تمشي دير لي ديمارش بوحدها؟ علاش حتى ديك لوفي فورماسيون ديال لوفي ما خليهاش تمشي؟ علاش؟ باش ما تتصادفش مع الناس، باش ما تعاودش الناس. برافو ماما، باش ما تعاودش الناس، باش ما يحلوش لي عينيها. ولكن هو نسى بان راه كاينه الانترنت، نسى بان كاينه اليوتيوب، باقي عايش في عجل الحجري هذا. ما عرفتش شنو خاصني ندير، ولا عندي من نتاجه، ولا شنو ندير. صراحة دمرني دمرني دمرني، حتى انه ولا كيحصل في الزوجة ديالو، انها الزوجة ديالو الاولى، لانه كان مزوج بواحد المغربية في الاول وعنده معاها جوج دراري، انها ربما دارت لنا شي سحر. وانا ما كنتاكش بهذا الشيء. السيدة مزوجة وعندها الزوج ديالها مزوجة بزوج آخر، ووليداتها عايشين معاها وكل شيء. ما كنظنش أن واحدة بنات حياتها مرة أخرى أنها تفكر أنها تأذي واحد الشخص آخر، ومع العلم أنهم مفارقين هذه أكثر من 10 سنين. أنا ما كنظنش، ما عرفتش شنو خاصني ندير. تلفت كثر من المشاكل عليا بزاف 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 بزاف. اكتشفت أنه كيهضر مع النساء في التليفون، كيشوف دي فيلم سافا با، كي بزاف ديال الحوايج الاهتمام في هنا في الدار، ما كيتسوقش كاع. اخر حاجه تمشيت عندو قلت له واش ما خاصناش نصرفو؟ قال المصروف ما كاينش، ما خاصناش نصرفو. قال لي ويلا ما قلتيش انت فين، غادي نعرف انا واش خاصني نصرف ولا ما خاصنيش. ما علينا خواتاتي، هو كل نهار كيحل الثلاجه باش ياخذ منها واحد الم، واحد المكون شطريان بحال مرشد، ما عرفتش شنو هو هذاك كيشري داك. ما عرفتش شنو ندير ولا شنو خاصني ندير. ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش. تالفة كنبكي دايما حيتاش ما عنديش العائلة هنا، ما عندي حتى شي واحد. اختي الا ما عندك حتى شي واحد معك، الله معك سيدي ربي، ما تخافي من حتى شي حاجه. ما خلانيش نتعرف على ناس، ما خلانيش ندير علاقات، ما خلانيش نقرا، ما خلاني نخدم، ما حتى شي حاجه. هاد الموديل ديال هاد السيده عندكم تيسحب لكم واش كاينه غير وحده، كاين عدد منه وفايته سمعهم. انا كاين باقي بحال هاد النساء بحال هكا، كاينين اللي كيكون وي كيكونوا يلاه جابوهم من البلاد، سواء من زي سواء من المغرب، وكيديروا زوجوا عليهم الدكاكه. كاين اللي مزوج غير بوحده، كاين انا سمعتهم غير عمري ما بارطاجيت، ولكن دوغي نافو غنبقى نبارطاجي في حال هادشي باش بنادم يتحل عينو ويعرف الواقع شنو كاين ويتوقب. حاول انه يزولني على كل شيء فقط ليه، ما تعرفش حتى على الناس، باش ما نعرفش شنو هي الحقيقه ديالو. معلي انه خلى المدينه اللي كان عايش فيها وجا سكن في هذه المدينه اللي حنا عايشين فيها. جاتني في قايس وجاوني الغدايد على هذا السيد هذا، اقسم بالله هذا خاصو شي وحده اللي تكون عندها شخصيه قويه اللي تشطحو تشطح القرد قانونيا قانونيا. كندا الناس كامله كتعرفو في المدينه الاخرى، الناس كامله كتعرفو في ديك البلاصه. اخواتي بغيت نقول لكم انه نهار اللي داني عنده واحد الايمان من الاصل ديالهم، حيت قلت لكم راه افريقي. قال لك انت خاصك تشوفي واحد بسيكياتر، لانه هذا الشيء ربما تبعات ديال حياه فاش عشتي داك الشيء في الصغر، ربما عشتي لا فيولونس في الصغر
دابا كتحاولي انك تكوني فيولونت مع راجلك واخا فوالا قطعت. دابا دار فيها هو ذكي، جمع واحد كإمام ياك، بغاو يلعبوا على العقل ديال السيده باش تقول مبام انا هذا الشيء ماشي بصح، ما كاينش غير انا مبام انا بديت كنحماق. كملوا معايا. بغيتي تقبلي هاد لا سيتياسيون وانا ما عرفتش شنو ندير، ما عرفتش صراحه، ما عرفتش. كنجي نحكي لكم كاع شنو وقع لي من نهار اللي جيت هنايا، غتصدموا في الاول. قال لك ما ديكلاريوش انه مزوجين، ديكلاريوها اننا كوبل، سي نيمبورت كوا. من بعدها انا رجعت مشيت دفعت لاك دو مارياج ديالي، لقيتي ميم ما كاينش. تخيلوا انا نفسها جاب لي لا فامي ديالو هنا في رمضان، جلس معايا 15 يوم، بقيت اختك كتوجد الصباح في الغدا والعشاء وزيد عليها الفطور ديال رمضان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيحت من قيمتي بزاف وما عطيتش راسي قيمة، بقيت كنقول هاد الشخص متدين غادي هو يعاونني بزاف ديال الحوايج. كاع كنحنا مقصرين في الصلاة ديالنا، كاع مقصرين في دير في الدين ديالنا. قلت انا يمي شفتو متدين و شخص متدين، قلت انا هذا الشخص هو اللي غادي يعني معاه غادي نكمل نولي في طريق احسن واحسن. مسكينه ساكن العكس 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 العكس، وليت مدمره لواحد الدرجه ما كتصوروش ما تصوروش ما تصوروش. لقيت دي كونفرساسيون مع مراتو، كيفاش كيعملها كيفاش كيهضر معاها، وفاش هضرات معايا قالت لي انا ما كانش معايا بحال هكا. من هضرت معاه وبقيت كنحاول نزير عليه، قال لي وهي ما بغاتش تجيب لي الدراري. وانا يعني السيده مراتو الثانيه دات معاها اتصال وكونفيرمات كوم كوا فريمون راجلها، وعلاش تزوج بهاد السيده المغربيه حيتاش زوجاتو الزوجه ديالو الفرنسيه ما بغاش تولد ليه. فهمتوا دابا القصه؟ خاص يكون عندي ولاد. علاش دابا راه كيهددني انا ياخذ ليا وليداتي ويرجع لي المغرب؟ سمحوا لي يا خواتاتي، بغيت منكم فقط النصيحه. النصيحه راه باينه. وشكرا اختي هاجر بزاف بزاف حيتاش عطيتيني هاد الفرصه انني نقول للناس شنو كنحس ولا شنو كنعيش، لعل وعسى شي حد يكون عنده فكرة شنو ندير شنو ما خاصنيش ندير، شنو هما يعني المواقف اللي خاصني نديرهم اللي ما خاصنيش نديرهم، كيفاش خاصني نتصرف كيفاش ما خاصنيش نتصرف. كلشي واضح. حيت وليت ما نكذبش عليكم، وليت في الساعة كنتعصب وليت غير كنغوت. سمحوا لي يا خوتي ما كملتكمش، حتى حيت فاش عرفت انهم مزوج وكلشي بدا يتعامل معايا قاصح، كيدفعني واحد المرة دفعني تعرفي فدع عليا الكتف ديالي فدع عليا، وقعدت قريب شهرين وانا يدي ما كنقدرش نهزها ما نقدرش نهز. واحد السؤال، واخا غنقصح معاك شويه الهضره ليك، انت اختي ما نقول سميتك، من هادشي دايز عليك كامل علاش صبرتي لهاد الدرجه وزايده الولد الثاني؟ علاش علاش الوراق ديال فرنسا ورقة ديرو ما ديرو ديجا والدة ولد ديجا ديجا انتي ام لطفل فرنسي، شتي هنا باش قبل ما تزوجو قراو على القانون ديال ديك البلاد اللي غتزوجو فيها وتعيشو فيها باش تعرفي كيفاش غتعيشي باش تعرفي كيفاش غتسلكي راسك. فهمتي شنو بغيت نقصلك؟ راني شرحت لك في الخاص. تولتي ما قدرتش ندير بزاف ديال الحوايج، وعندي التصاور انه كان كيضربني الحمزرق، وعندي الصور ديالها صيفطاتهم ليا عندي كلها زرقاء. هادوك بروف الا وليتيهم الا لحد الان ما ديكلاراتش به، هي الا ديكلاريتي به تحل لك الموضوع. شوفي انت واش بغيتي ديكلاري به ولا لا، شوفي انت شوفي انت الناس غادي يكتبوا لك، ولكن الكره كتبقى عندك انت. شي واحد لا فيديو كان دالي التليفون ديالي سد عليا هنا الباب وخرج برا زعما كومكو باش ما نعيطش على مراتو ولا نصيفط لها ميساج ولا نقول لها شي حاجه.
وجريت موراه في الكارتي باش ناخذ التليفون ديالي وكل شيء. قال لي انت مريضه في عقلك، انت ماشي نورمال، انت هبيله، انت 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 بزاف ديال الحوايج. حتى انه بقى ملي كنكونو نهضرو هكا ولا كندوزو كيدير التليفون يسجل وكيدسو فشي بلاصه باش يسجل زعما شنو كنقول، شنو كندير، شنو كان شنو هما الهضره اللي كنقولو، شنو ما كنقولوش. خايف كنتعامل. علاش كيسجلك؟ حيت خايف، عارف القانون ديال فرنسا ما كيحمي حتى شي واحد. اللي فرض تكرد وعارف راسو انه خارج القانون، داكشي علاش خايف منك، خايف منك الا تمشيت تحصليه وتعرفي القانون اش فيه، وغيصدق هو اللي خاسر وتدخلي الحبس. فوالا علاش هو كيسجلك. شنو اخر يا ربي؟ ها كاين بزاف ديال الحوايج. واحد المره كنا في الطوموبيل مشينا فواحد الطريق، بقى كيدفعني حاولت انا نهز ولدي ونخرج من الطوموبيل، بقى كيدفعني يعني يحاول انه يفيوليني في الطوموبيل وكل شيء. هادشي كامل عندي عليه دي فيديو وعندي تصاور، واش هادو زعما كانوا يمشي عند لاسيستون سوسيال نوريهم لها غادي ينفعوني؟ اول حاجه خلاتها حنان، انتي ساكنة في مدينة، ساكنهش في فيلاج، يعني غتمشي ديكلاري عند البوليس وغتمشي ديكلاري عند لاسيستونس انا باش تعاونك باش ديري لي ديمارش ديالك كيما قلت لك، يديروا لها محامي وغايديروا لك المحامي وغايعطيوك فين تسكني وغايبقاو معاك حتى تولدي وغادي يخدموك وغادي شحال من حاجه كيما قلت لك انا. الا ما تقتيش بكلامي غنخلي الناس في الكومونتير يكتبوا لك وقراي كل شيء وجاوبي كل شيء بلا ما تجاوبي لان غيبان الكونت ديالك، ولا دخلي جاوبي بالكونت واحد اخر باش الزوج ديالك ما يعرفكش. كما قلتي لي انا الزوج ديالي متبعني، الزوج ديالك متبعني. اسمح لي نقول واحد الحاجه، هي دابا راه ما عندهاش المشكل، بالعكس راه مع رابحه مليون في المية. قلتها لك اخيتي، مرام عندها ولدها وحامله. اجي حنان ازيدي وحنان شحال من عام وانتي في فرنسا؟ اجي ازيدي ازيدي راكي زويونه انت زوينه. شحال من عام وانتي؟ 16 عام. دابا 16 عام وشي حاجه. انا غير 4 سنين، انا 4 سنين طالعه في 5 سنين ياك، وعارف القانون ديال فرنسا كله. علاش ما عندهاش هذا المشكل؟ ما عندهاش شيختي تخوف. بالعكس هي رابحه. دابا شوفي اختي، انا ما غيديك لا المغرب لا 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 الجزائر لا تونس. اول حاجه الا بغات هي غتمشي للبوليس، غتحط ليهم تحط لهم لي بروف، ها شنو شنو، تعاود لهم كلشي دو ا زد، تحط لهم التصاور وهادي اش كيدير ليا واش كيدير ليا واش كيدير ليا. لاسيستونت سوسيال غتوقف معاها في السكن الا ما خرجوش هو من الدار وهي تبقى في الدار. هادي بروميييرمون، هادي سيغ سيغتان هي اللي غيديروا معاها. الا بغات تجلس هي في هذيك الدار، ما بغاتش غيعطيوها دار اخرى. مي اون اتوندون كاين حيتي على حسب المدينه اللي هي فيها، واش مدينه كبيره كيديوهم دي فوا الفوايي، تسمعيش فوايي تقولي هذا كيكون مقاد لو لي ديالها بوحديتها لا شومبر ديالها. واك ان غارسونيير في الفوايي بارفوا كيكونوا دي غارسونيير يعني في المجتمع مجمع. اون اتوندون يعطيوها دار كامله ليها ولوليداتها، كيوقفوا معاها في الماكله الشراب، الماكله الشراب، يخدموك شحال من حاجه دو ا زد ليها ولوليداتها. ما غيخسر حتى شي حاجه بالمره، هو اللي خاسر، هي ما خسراش. ما عرفتش انا هاد السيده علاش كنقول لك واش كاين باقي الناس بحال هكا. هي خايفه هو ما خايفش، هي خايفه هو ما خايفش، واش ما عايشاش واش يلا جات ما فهمتش. شوفي علاش كنقول لهم انا قراو القانون ديال ديك البلاد اللي غادي تسكنوا فيها قبل ما تجيو. شحال من عام عندها؟ قالت لي عندها كارت سيجور ديال عام، يعني هي غتكون شي عامين دابا هي انا. ولكن ما كيخليهاش تخرج، ما كيخليهاش دير دي كونيسونس، ما كيخليهاش حتى من حاجه. لا المهم هاد السيده راه ما عندهاش مشكل، وزمو انها طاحت في فلاشين ديالها. علاش كنقول لكم جباو بداو تبارطاجيو لي فيديو ديالها؟ علاش هاد الجواب اللي جاوبت لي انا وجاوبت لي حنان راه غتستافد منه شحال من وحده، شحال من وحده غتكون نفس السيتياسيون وخايفه. فوالا ها هو الجواب. باش ما نطولوش عليكم الفيديو، كنتسناو حتى الاخوان ديالنا والخوت ديالنا حتى هما يجاوبوا هاد السيده وبارطاجيو الفيديو لو ماكسيموم باش يوصل عند الناس اللي محتاجه الاجوبه ديالهم. راه هو اللي خاصو يخاف ماشي هي، هو راجل هو اللي ظالمها، هي مظلومه، امراه موت وليدات وحامله اون بلوس.
سمعتي هي اللي رابحه مليون في الميه. سمعتي سيري وعينيك مغمضين شمري على داعي شي حاجه انا نجيبك لداري قسما بالله وجري على راسك كنقولها قدام الناس كاملين شي الا كانت شي حاجه وما سكنوكش ولا جراو عليك ولا ما لقيتيش تاكلي انا نجيبك اختي لداري ناكلك ونشربك ونكسيك حتى وليدات. لا لا عارفه 100% غيتعاملوا معاها مليار في الميه هي اللي رابحه من ساسها لراسها وهو اللي غالط باينه وغيخلص باينه الا ما خلصش. راكي في فرنسا راكي في اوروبا راكي في بلاد القانون شويه ويلي ما نطولش الفيديو باش ما يجيهمش الملل. اللي عنده شي قصه بحال هكا يدخل عندي الانستغرام اللي غنخليه لكم هنا هاجر فرونس واحد عاودوا لا القصه ديالكم وغنبارطاجيها ان شاء الله في الفيديو وتسناو الاجوبه ان شاء الله في لي كومونتير. محي عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلامة سلام في راسكم وفي قرايات لا ما نكذبش عليك حنتي ما كنقولوش مازال هذا النوع ديال العيال كاينين بزاف قراو 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 يلا في سلامة الله يسهل على الجميع يا ربي انا سلام.